مرحبا بكم في صحة مك، كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال. إذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا وشنو هي أعراض التهاب السحايا ولا لامينانجيت. في رأيكم التهاب السحايا ولا لامينانجيت يقدر يؤدي بحياة الطفل؟ صحيح، على خاطر هو التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي. التهاب السحايا عنده أعراض: يدير الحمى ويدير صداع شديد وتليبس في الرقبة، يدير تاني الغثيان والتقيؤ، صعوبة في التركيز وحساسية من الضوء، بالإضافة إلى دي بلاك روج في الجلد. التهاب السحايا ولا لامينانجيت يجي بسبب هجوم بكتيري لسحايا الدماغ، يجي تاني بسبب عدوى الجيوب في الأنف والأذن، وتاني في بعض الأحيان بسبب تفويت اللقاح. للوقاية من لامينانجيت يجب غسل اليدين بانتظام قبل الأكل وبعد استخدام الحمام ولا لمس الحيوانات، عدم مشاركة الأدوات الخاصة مع أي شخص حتى وإن لم يكن عنده حتى مرض وما عندوش لامينانجيت، يجب تقوية جهاز المناعة، وبالنسبة للمرأة الحامل لازم طيب اللحوم مليح وتفادى الأكل غير النظيف خاصة الماكلات على الشارع. في جميع الأحوال بمجرد ظهور الأعراض اللي حكينا عليهم لازم تروحوا تزوروا طبيب، على خاطر التهاب سحايا يقدر يؤدي إلى إعاقات كما باغ اكزومبل فقدان السمع ومشاكل في المشي، وفي بعض الأحيان يؤدي حتى إلى الوفاة. دونك ما تستهزوش. إن شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعاودوا تشوفوا صحة ماك على الإنترنت، فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وبقاو على خير. تيزانة سون تي في، الهضم، مجموعة من النباتات التي تساهم في تسهيل عملية الهضم، تحفيز وظيفة الكبد واستعادة الراحة المعوية طبيعياً.